أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبد الله بن سالم السالمي أن أحد العوامل التي ساهمت في ضعف إقبال المستثمرين على الاكتتابات المهمة والثرية تتمثل في الضرائب المفروضة على العائدات للمستثمرين الأجانب، ما كان له أثر سلبي على صناديق الاستثمار الأجنبية واستثمارات الأجانب بشكل عام، أدت إلى إحجامهم عن الاستثمار وسحبهم لبعض استثماراتهم من السوق. وأوضح أن الاكتتاب في شركة ظفار لتوليد الكهرباء التي اختتمت عملية الطرح العام الأولي لأسهمها بنجاح في ظفار أمس جرى بالطريقة الصحيحة، حيث تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية وسوف تشكل إضافة إلى السوق. لكنه استدرك قائلا: المستغرب هو عزوف المستثمرين عن الإقبال على الاكتتابات المهمة والثرية رغم النسبة المرتفعة للعائد من هكذا اكتتابات، كما أن هناك شركات مدرجة في السوق تتداول بأقل من قيمتها الدفترية.